اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه طبعا برحب بلاعبه النادي الاهلي تحت 16 سنه جنى احمد رفعت. اهلا بيك يا جنى. اهلا بحضرتك. منورانا. بنورك. والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شكرا. بنرحب طبعا بوالده جنى مدام لبنى يحيى اللي منورانا في الاستوديو. اهلا بيك يا مدام. اهلا بحضرتك. منورانا والحمد لله على سلامه جنى. الله يسلمك. الله يخليك. خلينا نبتدي مع جنى كده. انت اخبارك ايه؟ احسن؟ الحمد لله. كتير ها؟ الحمد لله رب العالمين. تحسن انت؟ مبسوطه ان انت بتحسني والدنيا بترجع للاحسن؟ طبعا. مشتاقه ان شاء الله ترجعي تلعبي وتتمرني تاني مع الفرقه؟ ان شاء الله ترجعي احسن من الاول. ايه اللي حصل؟ ايه الدنيا؟ ايه اللي حصل؟ القصه والحدوته الكبيره اللي حصلت؟ ايه اللي حصل؟ هو انا اساسا كنا بنلعب ماتش في الاهلي يعني مع 14 سنه. واحنا بنلعب يعني انا قطعت كرة من واحده ورايحه بقى فاصل بريك عشان تحطي باسكت. لا كنت هباصي لواحده. بس واحده معايا، ففي بنت يعني دخلت عليا زقتني جامد. ما لحقتش يعني ما لحقتش، كنت ماسكه الكرة في ايدي فما لحقتش اقع اسند على ايدي. تمام. فوقعت على راسي. بعد كده قوموني وكده. انا ما كنتش عايزه اوهم نفسي ان انا فيا حاجه وكده. حاسه ان انت مظبوطه. فانا قلت ان انا تمام، قلت لهم ان انا تمام يعني. يا حبيبتي. بس بعد كده اول ما قلت لهم كده راحوا ماشي قوموني. بعد ما قوموني رحت وقعت، ما قدرتش اقف تاني. ما قدرتش تقف. طيب وبعديها يعني قعدوني على كرسي وكده، و الدكتور يعني بتاعت النادي جت شافت حالتي وكده. وبعد كده ايه اللي حصل بعد الماتش بقى؟ ولا في ساعتها روحتي على المستشفى ولا لا؟ بعد الماتش قعدت شويه عشان افتكروا الحاله بسيطه يعني. والدكتور يعني شربتني مش عارفه حاجه يعني تنشط الاعصاب. بالظبط. بس وبعديها راحت اول ما لقوا كده مفيش اي استجابه خالص فراحوا ودوني على المستشفى. ان شاء الله. بس انت الحمد لله اتحسنت اهو، الدنيا جميله وان شاء الله ترجعي تلعبي ونيجي نتفرج عليكي كلنا ان شاء الله. كسبتي جمهور كبير دلوقتي بقى متابعك.